جروس جوت، السلام عليكم. رحلتنا الطويلة للقواعد. نومن ميت بريبوزيتيونن، أسماء بحروف جر. يعني إيه أسماء بحروف جر يا فراو؟ هنعرف حالا. نومن بلوس بريبوزيتيونن بلوس أكوزاتيف، اسم بيجي معه حرف جر وبيعمل بعديه مفعول به أكوزاتيف. زي ايه؟ زي مثلا القدوة لي، الوقت كذا، الاهتمام بي او لي، الرجاء او الالتماس الى، حاجات زي كده، التأثير فيه وكذلك. هناخد بايشبيلة. تاس بايشبيل فور، المثال او القدوة لي. دي تسايت فور، داس انترغيسة فور، دي بيتا اوم، دير اينفلوس اوف، der Appetit auf, der Hass gegen, die Freude über, der Glaube an, die Bitte an أو um. يعني يلتمس أو يطلب من أو حاجة يعني. Beispiel، هنشوف الأمثلة هتوضح جدا. Beispiel: Ich habe Zeit für meine Tochter. أنا عندي وقت لبنتي. Wir haben Glaube an Allah. إحنا مؤمنين بربنا، معتقدين بالله. Sie kann eine Bitte an die Ferien bestellen. هي عاوزة تقدم طلب أو طلب، تتقدم بطلب أو تتقدم برجاء للأجازة، تطرح طلب للأجازة. طب نومن بلوس بريبوزيتيونن بلوس داتيف، الأسماء اللي بحروف جر وبتعمل داتيف بعدها إيه هي؟ دي أربايت أن، دير تزفايفل أن، دي فريندشافت ميت، دير كونتاكت ميت. بايشبيلة: Er hat Zweifel an dem Freund. هو بيشك في الصديق. Ich mache Kontakt mit der Firma. أنا على اتصال بالشركة. Die Freundschaft mit den Kindern ist herrlich. الصداقة مع الأطفال رائعة. Abonnieren, teilen und mögen. Subscribe, like und share.